السلام عليكم. لو انت بتشرح للطلبه من خلال الزوم او مايكروسوفت تيم او اي برنامج مشابه، ممكن تحتاج لسبوره او وايت بورد. فخلينا نشوف ديت، هي اسمها miro.com miro.com. هقول له ان انا عايز اعمل ساين ان، تمام. انا دلوقتي عايز ادخل فري، مش عايز ادفع فلوس، تمام. بيديني امكانيات كويسه يعني. هقول له انا عايز نيو بورد، او اختار ان انا هشرح على مايند ماب او فلوت شارت. كل الحاجات دي جاهزه، مش هتاخد وقت يعني. لو دوست على الشكل دوت مثلا، خلاص هو بيبدا يفتح لك الشارت، وتبدا تلاقي الجزء ده موجود، فتبدا منه، ما تبداش من الصفر، فتبدا تعدل هنا الكلام. او ممكن لا، انا مش عايز ديت، وعايز ابدا اشرح على السبوره، فتبدا بقى ايه تكتب، بتشرح لهم بقى ساينس، تمام. تبدأ ترسم مثلا، بيديك أدوات مساعدة زي إن أنت تعمل شير للناس ويقدروا يشتغلوا معاك في نفس الوقت. لما تكتب الإيميلات، لما تاخد اللينك وتبعته لهم على أي أسلوب أنتم متفقين عليه، تمام. تقدر تعمل ترفع صور وتشرح، تحطها مثلا من أكتر من موقع أو من الجهاز بتاعك، مثلا بيم أنبي أكاديمي. بالشكل دوت، لو بتشرح علوم، بتشرح فيزياء، بتشرح اي حاجه، تبدا ترفع الصور اللي انت عايزها، وتبدا تحط الادوات اللي تساعدك في الشرح.